بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلعها هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من بلجرشي. سألت عدة أسئلة، وأختنا هي فحامين. سألت عدة أسئلة في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلة الشيخ صالح فتقول: أحيانا يحدث لي أن أصرخ على والدتي لكثرة أسئلتها وإجابة لها بصوت مرتفع، كأن أقول لا ونعم بصوت عال، ولكني أندم في قرارة نفسي وأدعو لها بالمغفرة وأن يسامحني الله ويسامحها. إني أطلب منها العفو في كثير من الأحيان، إنني أطلب منها العفو في كثير من الأحيان، وأدعو الله لها بالمغفرة وأن يسامحني الله. وجهوني حول ما أفعل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم، قد جعله الله سبحانه وتعالى بعد حقه في الذكر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آيات كثيرة من القرآن يذكر الله جل وعلا حق الوالدين بعد حقه، وفي قوله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يدل على عظم حق الوالدين على الولد، ولا سيما في حالة الكبر وحاجتهما إلى الإحسان. والإحسان إلى الوالدين يشمل الإحسان بالقول والإحسان بالفعل. الإحسان بالفعل من الإنفاق عليهما وخدمتهما وإحضار ما يطلبان من الأمور المباحة التي يحتاجان إليهما، وبالقول يعني طيب الكلام لهما للسلام والدعاء لهما والاستغفار لهما وعدم رفع الصوت عليهما. رفع الصوت عليهما هذا من الإساءة بحقهما. قال الله تعالى: ولا تنهرهما، والنهر هو رفع الصوت والزجر، كما قال تعالى: أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلا يجوز للولد أن ينهر والده، يعني يرفع صوته عليه من باب التبرم أو الملل أو الزجر له، إن هذا يعتبر من العقوق. فعليك أيتها السائلة أن تكون إلى الله من هذا العمل وهو رفع الصوت على والدتك، وأن تلطفي لها القول وتخضعي القول لها، وما حصل من رفع الصوت عليها تطلبي منها المسامحة، وفي المستقبل عليك أن تتركي هذه الخصلة مع والدتك. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل تتفضلون بكلمة للوالدين كيما يعين الأبناء على البر؟ نعم، على الوالدين كذلك أن يعين أولادهم على برهما، وذلك بتربية الحسنة. فإن الوالد إذا ربى أولاده على الأخلاق الحسنة وعلمه تعليم الشرعي، فإن ذلك مما يسبب للولد بوالده. وكذلك من أعظم الأسباب أن يبر الإنسان بوالده، فإذا بر بوالديه فإن أولاده سيبرون به. أما إذا أساء إلى والديه فإنه سيعاقب، يعني يسيء إليه أولاده كما أساء إلى والديه. وكذلك من الإعانة للأولاد على البر لا يكلف الأولاد ما لا يطيقون، أو يطلب منهم ما لا يستطيعون، أو يشق عليهم في الأوامر والنواهي، بل عليه أن يراعي أحوالهما وأن يرفق بهما وأن لا يعنف عليهما. وكذلك من أسباب البر أن لا يفضل بعض الأولاد على بعض في العطية أو غيرها، بل عليه أن يساوي بين أولاده. فإن رجلا من الصحابة أعطى ولده نحلة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على
هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون في البر نفس سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمن أسباب البر الولد بوالده أن لا يفضل بعض أولاده على بعض، بل يعدل بينهم في الأقوال والأفعال والتربية والمنحة العطية وغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا شيخ صالح فتقول: هل إجابة الدعاء له عدة مواطن؟ ذلكم أن معرفتي بها بسيطة، فأذكرها لكم لتصححوا معلوماتي جزاكم الله خيرا. منها السجود، وأيضا وقت الأذان، وبين الصلاة والإقامة، وفي وقت السحر، ويوم عرفة، وليلة الجمعة. وجهوني، هل هذه المعلومات صحيحة؟ وهل توجهوني إلى مواطن أخرى؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الدعاء قبول الدعاء له أسباب، ومن أسبابها تحري الأمثلة الفاضلة والأزمنة الفاضلة والحالة كذلك، حالة الداعي. أما الأمثلة الفاضلة مثل المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، مثل الحرمين الشريفين، أن هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، كذلك المشاعر المقدسة مثل عرفة ومزدلفة ومنى، أن هذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. والأزمنة مثل آخر الليل، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ولا يزال كذلك إلى السحر، وذلك في كل ليلة: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول خلقه، لأن لله جل وعلا صفات تليق به وبعظمته، فنحن نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لكيفية وسائر صفاته. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة، كما ذكر في السائلة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ليلة القدر، وهي في رمضان. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إلى آخر السورة. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، فهي من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. كذلك شهر رمضان عموما من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال في الآية التي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي ذكر هذه الآية بين آيات الصيام دليل على أن شهر رمضان وحالة الصائم فيه أنه مما يرجى فيه إجابة الدعاء. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة في يوم الجمعة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح، فيه ساعة يعني يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا استجيب له. وهذه الساعة خفية في هذا اليوم لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر، لأجل أن يحصل له أجور، لأن يصادف ليلة القدر ويزيد على ذلك الاجتهاد في الشهر، ويكون له زيادة أجر، كذلك يجتهد في يوم الجمعة كله من أجل أن يصادف هذه الساعة ويزيد على ذلك الاجتهاد في هذا اليوم. وكذلك من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء حالة السجود، قد جاء في الحديث أن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، وقال الله تعالى: واسجد واقترب، يعني اقترب من ربك، لأن الساجد يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما بين الإقامة، بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، فليس في ذلك دعاء مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: بعد الإقامة تقول شيئا؟ قال: لا، إن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من المواطن التي
يتحرى فيها الدعاء، لكن لو دعا فيها الإنسان بعض الأحيان من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس بذلك. مثل في ليلة القدر، هل يلزمني أن أصلي وأتعبد طوال الوقت وأن أدعو كذلك بالدعاء الماثور وغيره في تلك الليلة دون توقف عن الدعاء لعلي أوافق بدعاء وقت الإجابة؟ وهل لها علامة وأمارة؟ كما سمعت أن الجو يكون لطيفا قبل تلك الليلة، وجهني جزاكم الله خيرا. قبل ليلة القدر والحث على الدعاء والصلاة فيها أمر معلوم من السنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيت إن صادفت ليلة القدر؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عني. فتكثر من هذا الدعاء ومن غيره في هذه الليلة، فتكثر من صلاة التهجد فيها، والله قريب مجيب. وليس بلازم أن تحيي الليلة كلها ولا تنام، بل تنام وترتاح وتقوم منها ما تيسر، ولا سيما القيام مع الإمام في المسجد مع الجماعة، تكون مع جماعة النساء خلف الصفوف تصلي مع المسلمين في المسجد في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا. يا أخت فاحة ميم من بلجرشي، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى. شيخ صالح، ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبيد الله خضران الكويخ فيما يبدو. أخونا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، عاهدت ربي أن أصوم الاثنين والخميس ما دمت حيا. أسأل: إذا صادف الاثنين أو الخميس أيام الحج أو العمرة أو الأعياد ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة: عاهدت ربك أن تصوم يوم الاثنين والخميس ما دمت حيا، هذا يكون من اليمين، أنت حلفت أن تصوم الاثنين والخميس لله عز وجل، ويجري هذا أيضا مجرى النذر، فهو يمين ويجري مجرى النذر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا نذر طاعة مؤكد باليمين ومعاهدة الله سبحانه وتعالى، فهو نذر مؤكد باليمين فيجب عليك الوفاء به أن تصوم يوم الاثنين والخميس. وأما في حالة السفر والحالات التي ذكرتها فهذا بحسب نيتك، إذا كنت استثنيت فقلت إلا في حالة السفر أو في حالة كذا وكذا فلك ما استثنيت، سواء تلفظت بذلك أو نويته بقلبك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت استثنيت بقلبك أو بلسانك أنك لا تصوم الاثنين والخميس في حالات معينة فلك ما استثنيت، أما إذا لم تكن استثنيت فإنه يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ما دمت تقدر على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا عجزت عن ذلك الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. لماذا شيخ صالح يلزم الإنسان نفسه بمثل هذه الأيمان وبمثل هذه النذور والعهود؟ نعم، النذر لا ينبغي الدخول فيه، بل إن بعض العلماء يحرم أن يدخل الإنسان في النذر ما دام أنه في عافية فلا ينذر. ومن العلماء من يحرم الدخول في النذر بقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يرضى نفسه بالنذر ما دام أنه لم ينذر. وفي رواية: فلا تنذروا، يكون هذا نهي عن النذر، وأقل أحوال النهي الكراهة. أما إذا نذر فإنه إذا كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه، قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قوله تعالى: يوفون بالنذر، قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر إذا دخل فيه الإنسان إنه يجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، لكن قبل أن يدخل فيه فإنه ينبغي له أن يمتنع ولا ينذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أمل عبد السلام من بنغازي في ليبيا. أختنا لها ثلاثة أسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الصلاة والفتاة أو الفتى مغمض العينين؟ يكره أن يغمض الإنسان عينيه في الصلاة لغير حاجة، أما إذا كان إغماض العينين لحاجة كان يكون أمامه ما يشوش عليه فيغمض عينيه عن ذلك فلا بأس، أما إذا كان من غير حاجة فإنه من الأمور التي تكره
في الصلاة. والمشروع في حق المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يسرح طرفه إلى ما أمامه، بل ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع لفكره وأبعد له عن المشوشة. جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: ما حكم الصلاة أمام المرآة علما بأني لا أنظر إليها لأن محل النظر السجود كما أعلم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرآة تشوش عليها فإنه يكره أن تصلي أمامها، أما إذا كانت لا تشوش عليها فلا مانع من ذلك، ولكن الأحسن أن تبتعد عن مقابلة ومحاذاة المرآة، لأنها يظهر فيها خيالها وحركاتها، وهذا مما يشغلها عن الصلاة، فمهما أمكن أن تكون بعيدة عن المرآة فهو أحسن. وإذا صلت أمام المرآة فإن هذا لا يحرم، ولكن إذا كان هذا يشغلها عن صلاتها فإنه يكره. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني أدرس في المرحلة الثانوية، وحين نجتمع نحن الطالبات نقوم أحيانا بالتحدث عن بعض المدرسين والمدرسات، هل يعتبر هذا الحديث من الغيبة؟ نعم، إذا كان مما يكرهه المتكلم فيه فإنه يعتبر من الغيبة، أما إذا كان لا يكرهه فليس من الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك لما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. فإذا كان الحديث عن الغائب المدرس أو غيره مما يكرهه ذلك الغائب ولا يرضاه فإنه يكون من الغيبة، أما إذا كان مما لا يكرهه بأن كان ثناء عليه ومدحا لأفعاله فهذا لا يكره. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن محافظة سعيد، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم دال. أخونا له عدة قضايا يسأل في أحدها ويقول: ما حكم المضمضة في شهر رمضان وكذلك الاستنشاق؟ إذ أنني في شهر رمضان قد تمضمضت لصلاة العصر فدخل مقدار قليل من الماء إلى جوفي بدون إرادتي، هل يؤثر هذا على صيامي وهل يجب علي القضاء لهذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا. المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحوها يجب على المسلم، يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله صلى الله عليه وسلم في حق الصائم وفي غيره. يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والطهارة للصائم ولغيره، إلا أن الصائم منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة في حق الصائم. وأما ما ذكره السائل من أنه طار إلى حلقه ماء من المضمضة من غير اختياره هذا لا يؤثر عليه والحمد لله، لأنه بغير اختياره. نعم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضيلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن المتابعة.